ايه اكتر حاجة يايا بيكرهها في صافي والعكس، وايه اكتر حاجة صافي بيكرهها في يايا؟ يعني اكتر حاجة بتستفزني في صافي انه ما بيغنيش كفاية، انه حارمنا. يكسفني. عنده بند اللي هي بتعمله، حالتها دلوقتي بيعبر عن اسمها سكون. ما فيش حاجة حبيبي يعني دور شوف شوف. مفيش حاجة بكرهها، مفيش حاجة بتستفزني، بس هي حاجة أكتر حاجة ممكن تكون إشكالية، عدم وجود فلاتر أحيانا. يايا على اتصال تام مع ال 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 الكلام اللي في عقله ومع نفسه، فممكن يقول أي حاجة. خطر على أي حد من صحابي، بالذات في مناسبات that is very formal أو official زي الشغل مثلا. يعني احنا مرة كنا رايحين ميتنج في عالم الإعلانات، انت حد بيقولك اللي عايز إعلان بيتكلم عن كذا، فانت بتروح تقابلهم النهاردة تاخد الفكرة، يعني تسمع هم عايزين ايه، تاخد الهومورك بتاعك من الآخر، وبترجع بعدها مثلا أسبوعين شهر طالعين في الأسانسير والكلاينت معانا. قلت لها هو أنا شفتك فين قبل كده؟ اتضح ان هي ردت عليا في ساعتها، قالت لي الاسبوع اللي فات لما كنا عندنا ميتنج مع بعض انا بديك الفكره. فانتوا لكم ان تتخيلوا الاعلان فين دلوقتي. انا اسف بجد، بس تشاركه زي الفل. وحشتونا.